معلومة سريعة على الماشي. من كتر الأسئلة اللي بتجيلي، سؤال إيه الفرق بين هاير ويوك؟ الحقيقة هو في فرق ومفيش فرق في نفس الوقت. هاير معناها لأ قطعيا، يعني اللي هو زي نو بالإنجليش، ولكن يوك معناها الحرفي لا يوجد. يعني لما أقول لك سوفارم في مية تقولي يوك، يوك يعني مفيش مية. طب ليه الناس بتتلخبط بين يوك وهاير؟ هديكم مثال دلوقتي وانتوا هتفهموا ليه اللخبطه بتحصل. فمثلا واحده زعلانه، فصاحبتها بتقول لها ثاني قريم اتصل بيكي يعني عشان افضفض عنك، فتقول لها هاير اراما، لا ما تتصليش، ثاني قريم هاير اراما، تمام. انما على النحو التاني، مثال تاني، انت برضو لسه قاعده زعلانه، فصاحبتك بتقول لك اسجن جورنيورسون، اسجن جورنيورسون سكنتن فارم، انت عندك مشكله، سكنتن فارم هل عندك مشكله؟ فتقول لها يوك. هو يوك هنا لا، بس في نفس الوقت لا مفيش مشكله. فعشان كده هنا بتحصل لخبطه وبتظن ان يوك معناها هاير. انا قلت سكنتن فارم، فار يعني يوجد، عكسها يوك لا يوجد، ففارم يوك. في نقطة مهمة كمان، ان احنا نقدر نستخدم يوك مكان هاير، يعني نقدر نقول يوك بصيغة النفي، ولكن ما ينفعش نستخدم هاير مكان يوك. مثلا ابني بيقول لي تلفزيون اتشابلر ميم، تلفزيون اتشابلر ميم، انا ممكن افتح التلفزيون فانا اقول له هاير، دي لا قطعيا لا، ما ينفعش اقول له يوك. فهمنا ليه اللخبطة دي بتحصل بين هاير ويوك؟ الاثنين نفس المعنى، الفرق الوحيد ان احنا ما ينفعش نستخدم هاير مكان يوك.